وضع التسجيل مستعد. سأبدأ. لا أريد أن تنقش كلمة بروفيسور أو دكتور على شاهد قبري. أريد شيئا واحدا فقط. ماركوس الملقب بمارك كلينغبرغ، المناضل المقاوم للفاشية. يمكننا أن نضيف أيضا حامي أسرار لجنة أمن الدولة السوفيتية. سجلت صوته عشرات ربما مئة ساعة. عندما أسمع صوته أشعر كأنني أراه أمامي مجددا، كأنه بعث إلى الحياة من جديد بأسلوب حديثه الفذ وتصريحاته غير المساومة. خالط الزعماء والسياسيين مثل موشي ديان وغولدا مائير. كان مليئا بقصص وحكايات من الستينات والسبعينات، لكن علاوة على ذلك كله كانت هناك مسألة التجسس المذهلة. قال لي كلينغبرغ إن من بين مؤلفي روايات التجسس جميعهم كان جون لو كاري أكثر كاتب نال إعجابه. قرأ أعماله في السجن وقال إن شخصيات روايته كانت الأقرب لحياة الجواسيس الحقيقيين. عزيزي السيد لو كاري، مثلما يرمي شخص زجاجة في البحر، أكتب لك هذه الرسالة لأنني أعمل حالياً على صنع فيلم يروي قصة البروفيسور ماركوس كلينغبرغ الذي توفي في باريس عام 2015. كان كلينغبرغ يهودياً بولندياً وطالب طب في وارسو. في عام 1939 لاذ بالفرار إلى الاتحاد السوفيتي للهروب من النازيين، وهناك انضم إلى الفيلق الطبي التابع للجيش الأحمر وأصبح عالم أوبئة ذا المكانة المرموقة جداً لدى السوفييت. عقب الحرب هاجر إلى إسرائيل حيث تولى إدارة برنامج الأسلحة البيولوجية البكتيرية السري. اكتشفت المخابرات الإسرائيلية أن البروفيسور كلينغبرغ كان يشارك كل أبحاثه مع لجنة أمن الدولة السوفيتية. تبقى هذه واحدة من أكثر قصص الحرب الباردة غموضاً. متى جنده السوفييت؟ ماذا كان دافعه؟ بخصوص كلينغبرغ هناك جملة في روايتك جاسوس مثالي، وهي واحدة من رواياته المفضلة تلحقني على الدوام. نخون كي نكون مخلصين. لكونك جاسوسا سابقا وتعتبر عالميا خبير تجسس، أردت أن أعرف إن كنت قد سمعت قصته. عزيزي ريميليني، أشكرك على إيقاظ اهتمامي بكلينغبرغ الذي كانت قضيته جديدة تماماً بالنسبة إلي. الرجل بحد ذاته والظروف التاريخية المحيطة به مثيران جداً للاهتمام. أنا حالياً منعزل بالكامل على جروف غربي كرونويل الصخرية. هل هناك المزيد من المقالات المكتوبة عنه بالإضافة إلى مقال برينجل؟ هناك أمر واحد مؤكد، لديك موضوع رائع هنا. في العام 1981 اتهمت إدارة ريغان الاتحاد السوفيتي باستخدام سلاح كيميائي جديد جنوب شرقي آسيا ضد شعب قبيلة همونغ في لاوس، وكان من المفترض أن يكون سمي المطر الأصفر. كان السوفييت أنكروا ذلك بالطبع مرات عدة، لكن استمرت إدارة ريغان بمتابعة التحقيقات. لذا
استمريت أنا أيضاً بالتقصي لمعرفة إذا كانت لدى أي أحد معلومات عما إذا كان السوفييت صنعوا فعلاً في أي وقت خلال الحرب الباردة أو قبل ذلك سلاحاً كيميائياً من هذه المادة المغزلوية السامة. ولهذا السبب ذهبت إلى إسرائيل في العام 1985. أردت فقط أن أرى ماركوس كيلينغبيرغ، فهو شخص كان في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب عندما انتشر وباء التسمم بالفطريات المغزلاوية. على جميع الصحفيين أن يراجعوا مكتب الإعلام الحكومي، فقالوا لقد اختفى ماركوس. فعجبت، لكنه يعمل لدى المختبرات الكيميائية والبيولوجية في نستسيونا الواقعة في ضاحية تل أبيب. فقالوا صحيح، كان يعمل هناك لكنه ذهب إلى أوروبا واختفى. ثم أضافوا يمكنك بالطبع أن تتصل بزوجته، فهي مدرجة في دليل الهاتف. رحبت بي على الباب، جلست وبدأت أطرح الأسئلة، وكان ردها على كل واحد من أسئلتي لا أستطيع قول شيء عن ذلك. وبالطبع سألتها متى ذهب، متى اختفى، هل سمعت خبرا منه إلى آخره. لا يمكنني قول شيء عن ذلك. رأيت أنني لن أحصل على أي نتيجة، فقلت ربما إذا كتبت رسالة لماركوس كيلينغبيرغ، هل تعرفين عنوانا يمكنك أن ترسل الرسالة إليه؟ أجابت ربما. هل سيتلقى الرسالة في ذلك العنوان؟ ربما. هل سيتمكن ربما من الرد على رسالتي؟ لا، على الأرجح. وكان هذا كل شيء، كانت هذه نهاية الحديث. تقع نستسيونا على مسافة 24 كيلومترا عن تل أبيب، ولم يكن بإمكان الذهاب إلى نستسيونا بالطبع، فهو مكان سري وسيتم إلقاء القبض عليه. لكنني استطعت التقاط صورة للبوابة من الخارج، لذا التقطت صورة لها، ثم عدت إلى سيارة المستأجرة ووجدت الزجاج الخلفي محطما وحقيبتي، حقيبة الصحفي الصغيرة، مفقودة ولا شيء آخر مفقود. معظم ما يحدث خلف سور المعهد الأسمنتي الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار وتعلوه الأسلاك الشائكة سري، وأحد أجزائه المجهولة هو بحثه الدفاعي في مجال الأسلحة البيولوجية. تذكر أحد العلماء في المعهد الآن أنه بعد بضعة أشهر أتى مسؤولون في الحكومة في أحد الأيام وصادروا ملفات كيلينغبيرغ وممتلكاته الشخصية من غرفته دون تفسير الأمر. ألقي القبض عليه في 19 من يناير عام 1983 الساعة 7 صباحا، وأخذت إلى مكتب مجهز بشكل خاص تابع لشين بيت جهاز الأمن العام الإسرائيلي. هل كان في الغرفة أحد؟ أجل، كان هناك رجل عرف عن نفسه باسم إسرائيل. كيف كان شكله؟ كان طويل القامة ويضع نظارة وشعره أشقر مجعد، وكانت إحدى ساقيه مبتورة. قال بهذا أعلمك أنك رهن الاعتقال. سألته لماذا؟ بأي تهمة؟ فأجاب بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفيتي. أنكرت ذلك.
أحيانا يتطلب الوضع أن نجعل الشخص يختفي من دون إثارة أي جلبة. لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يمكنني القول إن نائب مدير المعهد البيولوجي يعرف أكبر أسرار إسرائيل في مجال تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية. كان رجلاً مطلعاً في قلب أكثر مؤسسة سرية في إسرائيل، وسلم كل هذه المعرفة للروس. هذا ما جعله أخطر جاسوس شهدته إسرائيل في تاريخها. تم اتخاذ قرار بألا يتم سجنه على الفور، بل احتجازه في شقة من أجل التحقيق معه وإبقاء مصيره مجهولا للروس. في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ليلا كنت في حالة يرثى لها عقب 4 أيام مروعة بعد وابل من التهديدات ضد زوجتي وابنتي وحفيدي. استسلمت أخيرا. من الأمور التي أتذكرها عن جدي هي قوته. كان رجلاً يبلغ طوله 170 سنتيمتراً، تحمل كل ما تعرض له. هذا ما أبهرني دائماً، تلك القدرة على التحمل دائماً مهما كانت الظروف. المرة الوحيدة التي تقلقل فيها كانت عندما اعترف، على الرغم من كل الصعوبات التي نجا منها قبل ذلك، الحرب ووفاة والديه وفقدان شقيقه وكل شيء آخر. استمر على الرغم من كل ذلك، وبالنسبة إلي هذه أكبر قدوة يحتذى بها. كنا نتكلم باللغة البولندية في المنزل، لكن كان جدي يتكلم باللغة اليدشية وكنت أجيبه باللغة البولندية. حصلت على شهادة الثانوية كطالب في الدوام الصباحي في وارسو وأنا بسن 17. في كلية الطب واجهت معاداة السامية للمرة الأولى في حياتي. في تلك الفترة كان الرجال في شوارع بولندا يحملون العكاكيز، وكانوا يثبتون الشفرات على عكاكيزهم كي يضربوا بها اليهود. هل تعرضت لذلك شخصيا؟ أجل، تعرضت للضرب مرة أو مرتين، لكن يجدر بي القول إنني أشخر بعينين زرقاوين، لم يكن مظهري مثل اليهود المعتادين. أتذكر عندما أخبرني جدي أن والده قال له: يجب أن يكون هناك ناج واحد في العائلة وسيكون أنت. حينها غادر جدي وذهب إلى روسيا، وبالطبع نجا لأنه غادر. لو أنه بقي لواجه المصير نفسه، مصير والديه وشقيقه، الموت، معسكرات الاعتقال. هل تطوعت في الجيش الأحمر على الفور؟ لا، لم أتطوع حتى عام 1941 وقت عملية بارباروسا.
في نهاية ديسمبر عام 1943 تم انتخابي عالم أوبئة في جمهورية بيلاروسيا ونائب رئيس قسم الأوبئة والتصحح. ديسمبر 1943 نائب مدير قسم مكافحة الأوبئة التابع لمفوضية الصحة البيلاروسية. 25 من يوليو عام 44 تم تكريم مدير القسم بمناسبة الذكرى 25 لميدالية الشرف في الذكرى 26 لثورة أكتوبر، تعبيراً عن الامتنان لمساهمة الدكتور كلينغبرغ الشخصية من خلال عمله الألمعي. عندما تنظر إلى كامل مسيرته المهنية تجد أنه كلف دائماً بمناصب تتطلب قدراً هائلاً من المسؤولية. كان شخصاً استثنائياً جداً. التقينا مرتين ويجدر بي القول إن اللقاء كان مذهلاً حقاً. وصل إلى الاتحاد السوفيتي وهو في 21. عندما غادر في العام 1939 كان بسن 27. وخلال تلك الفترة شهد انهيار أوروبا والمرحلة الأولى لانسحاب الجيش الأحمر، ومن ثم استرجاع ستالينغراد وعودة الجيش الأحمر والهجوم المضاد، وأخيرا النصر مع وصول الجيش الأحمر إلى برلين. وأدى دورا محوريا في كل هذا كعالم أوبئة في دوره المحدد جدا. لذا كانت الفترة التي عاش فيها استثنائية للغاية. كان الوضع في الاتحاد السوفيتي آنذاك ما زال يشبه العصور الوسطى تقريبا. كان باستطاعة الأمراض المعدية أن تحدد نتيجة المعارك الحاسمة. لم يتطلب الأمر سوى أن ينتشر وباء التيفوس بين صفوف كتيبة ما كي تشل حركتها بشكل كامل. لذا وجود عالم أوبئة يستطيع رصد الأوبئة في القرى وحصرها هناك عنى أن المزارعين الذين كان سيتم تجنيدهم وإرسالهم للانضمام إلى صفوف الجيش وما شابه لم يجلبوا تلك الأمراض المعدية معهم. كان ذلك عاملاً بالغ الأهمية لحيوية الجيش الأحمر. في نهاية الحرب واجهته معضلة، أتعود إلى بولندا أم لا؟ لو بقيت في الاتحاد السوفيتي في بيلاروسيا لأصبحت نائب وزير الصحة، لكنني خفت من شيء واحد فقط، عودة الثلاثينات، عصر الخوف. هل فهمت قصدي؟ عصر الذعر. عاد إلى بولندا ليؤدي دوره في تشكيل دولة بولندا الشيوعية من أجل دعم المشروع كمواطن بولندي. في بولندا بعد مرور شهرين تم ترقيتي من رئيس قسم إلى مدير مكافحة الأوبئة. التقيت بزوجتي فاندا في عام 1945. كانت تعمل في البنسلين في المعهد الحكومي للصحة. تنحدر من عائلة يهودية متدينة جداً، لكنها لم تكن متدينة.
كانت يهودية أيضا، لكنها بقيت في بولندا خلال الحرب بفضل هوية مزورة، اضطرت إلى تعلم الكذب والادعاء بشكل أفضل من أي شخص آخر. هي تنحدر من عائلة من الطبقة المتوسطة، وكانوا يملكون المال ويعملون كرجال أعمال، لم يكونوا من الطبقة نفسها في الواقع. كانت مترددة في البداية، وتوجب علي إقناعها بالزواج مني. قالت: لا أريد البقاء في بولندا، عدني بأن نهرب من بولندا. فوعدتها. قالت إن رائحة الموت تنبعث من البلد، فبالنسبة إليها كان من المستحيل أن تبقى في بولندا، لذا سافر إلى السويد. كم من الوقت بقيت في السويد؟ سنتين ونصف سنة، من 18 من مايو عام 1946 حتى نوفمبر عام 1948. هل ولدت سيلفيا في فبراير 1947؟ لا، في أكتوبر 1947. كيف كسبت رزقك؟ انتظر، هذه قصة طويلة. هذا أغرب جزء من قصته. كانت مغادرة دولة تعتمد على الاتحاد السوفيتي، والذهاب إلى الغرب تعد خيانة آنذاك. غادر بولندا بشكل غير قانوني، واضطر إلى الكذب من أجل الحصول على جواز سفر، وتوجب عليه الحرص على أن لا يكتشف أحد أنه لن يعود أبدا. بعد وصوله بوقت قصير عثر على وظيفة في السفارة البولندية. تقصيت عن هذا عدة مرات، هذه القصة فيها إشكالية. من الواضح أنني كنت ألمح إلى التالي: غادرت بناء على أوامر جهة ما، ومن المرجح أنك كنت على تواصل مع إحدى الوكالات الاستخباراتية، وربما كنت في مهمة خارجية لصالح بولندا. عزيز السيد لوكاري، لطالما شكت الاستخبارات الإسرائيلية بأن البروفيسور كلينغبرغ عميل نائم وظفته روسيا حتى قبل وصوله إلى إسرائيل. في ستوكهولم عمل كملحق دبلوماسي بحري في السفارة البولندية، على الرغم من أنه لا يمتلك أي من المؤهلات المطلوبة للعمل. أخبرني خبير سويدي أن هذه السفارة كانت تعتبر واجهة يستطيع السوفييت اختراق الغرب عبرها. أود سماع رأيك بخصوص هذا. هل كان يعمل كملحق دبلوماسي بحري في السفارة البولندية؟ إنه غطاء، ومن الأرجح بل ربما من المؤكد أنه تلاعب روسي، وأنا أوافق الشين بيت الرأي. ما كانت المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية أو لجنة أمن الدولة أو مديرية المخابرات الرئيسية أو أي جهة أخرى تتحكم فيه لتدعه يترك العمل، وقلة من العملاء على المدى الطويل يحبون أن يتم التخلي عن خدماتهم. قررت السفر إلى فلسطين في العام 1948 عقب قيام الدولة اليهودية. هل ظننت أنك ستساعد في تأسيس دولة شيوعية؟ لا، ليس دولة شيوعية تحديدا، لكن اعتقدت أنني أستطيع تقديم المساعدة بشكل ما. كنت قد انضممت إلى الجيش الأحمر لمحاربة النازية، ثم بدأت أتحدث عن الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي. لم يكن في إسرائيل أي علماء أو بيئة آنذاك. إن
فكر بن غوريون في أن العلوم والهندسات اليهودية قد توفر لنا براءات اختراع بيولوجية أو كيميائية، وبالطبع ما رغب فيه بن غوريون بالشكل الأكبر هو محطة طاقة نووية. كان ذلك أساسيا في تشكيل ردع طويل الأمد للدول العربية والحصول على قوة هجومية هائلة في حال لاحت أيام مظلمة في الأفق. في إبريل 1948 أعطى بن غوريون تعليمات بتجنيد علماء قادرين على القتل والعلاج الجماعي، وهذا يعني تجنيد جميع علماء الجراثيم والبكتيريا القادرين على تصميم أسلحة بيولوجية. وانضم كلينغبيرغ إلى الفيلق الطبي في الجيش الإسرائيلي في هذا السياق. بعد وقت قصير منحه معهد الأبحاث البيولوجية الجديد فرصة الانضمام إلى مجلس إدارته. كانت هناك ستائر غموض تحيط بهذه المختبرات التي تتعامل مع المسائل الكيميائية والبيولوجية. كانت مخططات الاتحاد السوفيتي تحسباً لاندلاع حرب عالمية ثانية وعقب استخدام الأسلحة النووية التي بمقدورها أن تقضي على البشرية في الغرب، هي استخدام الأسلحة البيولوجية ضد الناجين. لهذا السبب أرادوا تجنيد شخص مثل مارك كلينغبيرغ في مثل هذا المنصب المهم استراتيجيا. فلنعد إلى أول صلة وصل لك في مركز النقاهة في العام 1953. حدث ذلك في زيخرون يعقوب. لماذا كنت هناك؟ كنت بحاجة ماسة إلى الراحة. بمفردك أو مع زوجتك؟ بمفردي. وكنت قد نزلت إلى الحديقة لتقرأ. أعتقد أنني كنت أقرأ مجلة علم الأحياء الدقيقة والمناعة والأوبئة. باللغة الروسية؟ أجل، باللغة الروسية. وهناك جلس شخص إلى جانبي وبدأ يتحدث معي. تبادلنا الحديث بالروسية. كانت في البداية مجرد لقاءات ودودة، لم يطلب منه أي شيء، لا نسخا أو صورا أو أي شيء من هذا القبيل. لم يطلب منه أي معلومات، بل تبادلا ذكريات الحرب في الاتحاد السوفيتي فحسب. لكن بعد بضعة لقاءات دعا هذا الرجل المدعو فيكتور كلينغبيرغ إلى سيارته وطلب منه أن يعتمر قبعة. طلب مني أن أعتمر قبعة كانت موضوعة في المقعد الخلفي، وكان هناك سائق في تلك اللحظة بالضبط. فهمت الأمر. قال لي: يرسل لك أصدقاؤك في روسيا تحياتهم، لقد تركت لديهم انطباعا حسنا جدا خلال فترة إقامتك هناك. بالطبع كانوا بارعين جدا في إشباع غروري. كانوا قد وضعوا استراتيجية، وهي أن يقود كلينغبيرغ سيارته إلى شارع هرتزل في تل أبيب،
كان هناك جدار أسمنتي في ذلك المكان آنذاك، ويجب أن يرسم أي واحد يريد لقاء الآخر دائرة على ذلك الجدار. إذا كانت هناك دائرة كان علي أن أضيف لها إشارة إكس إذا كنت قادرا على لقائه، ومن ثم نتقابل في المساء في مكان ووقت محددين مسبقا. لم تعد اللقاءات تجري في السيارة، حيث يتكلمان أثناء التجول في السيارة حول تل أبيب ويافا، وبدأ يلتقيان في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أبي كبير التابعة للدولة الروسية. كانا يذهبان إلى غرفة خلفية صغيرة في الكنيسة، حيث كانا يجلسان إلى طاولة مجهزة وفق التقليد الروسي، وحيث يجد الشراب والكافيار والسمك المدخن والخبز الأسود الذي كان يحبه كثيرا بانتظاره. وهناك كانا يتكلمان. ماذا تفعلون بهذا وذاك؟ هل هذا أو ذاك بحوزتكم؟ كنت أغلق عيني وأحاول أن أتذكر. في عقلك؟ أجل. سيكون من المفيد أن نعلمك كيفية استخدام بعض الأدوات مثل الحبر السري أو استخدام ما نسميه بالدوتشكا، وهو ختم يمكن أن تخبأ تحته رسالة سرية يمكن فك شفرتها. حينها قلت له أود مساعدتكم لكن لا أريد استخدام أي شيء تقني، لا أستطيع استبدال مصباح. فكرت في حقيقة أن الروس لم يهيئوني لما يتوجب علي فعله في حال ألقي القبض علي، وأنه حتى لن يكون بحوزتي سيانيد أو أي عقار آخر أنهي به حياتي. لم يهيئوني بأي شكل لمواجهة التحقيق. حصلت على سمعة أنني جاسوس عظيم، لكنني لم أتلقى قط أي تعليمات من لجنة أمن الدولة. فقط كن حذرا ولا تستقل سيارات الأجرة وغير الحافلة باستمرار، وتأكد من أن لا أحد يتبعك. وهذا كان كل شيء خلال فترة تتجاوز 20 عاما. قالوا حصلنا على معلومات عنك من منشق. سألت من أي بلد؟ أجابوا أنت يجب أن تعرف ذلك، فهو من أعطانا اسمك. فهم أن عميلا مزدوجا هو الذي كشف أمره. اسم الشخص الذي كان يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذي قبلته الاستخبارات الإسرائيلية فور وصوله إلى إسرائيل وأصبح عميلا سريا، لا يزال يعد معلومات سرية حتى يومنا هذا. عندما تعرف كم قد يكون جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عديم الرحمة لا تتوقع مني أن أذكر الاسم.
كان كلينغبيرغ على دراية كاملة بما يفعله، جازف بشكل هائل. لو أنه اعتقل في الستينات لتم إعدامه من دون إخضاعه لمحاكمة. عزيزي السيد لوكاري، بعد أن حكم على البروفيسور كلينغبيرغ بالسجن لمدة 20 عاماً، تم سجنه تحت اسم مستعار أبراهام غرينبيرغ. أجبر أقاربه على التزام الصمت أو مواجهة الحرمان من حقوق الزيارة بالكامل. يبدو أنه تلقى معاملة قاسية بشكل مضاعف، لأنه على الرغم من اعترافه بأنه تجسس لصالح السوفييت، إلا أنه لم يكشف أبداً الأسرار التي نقلها لهم. عزيزي ريمي، كان انطباعي الأول بعد قراءة رسالتك الأخيرة هو مدى سوء الأمن الإسرائيلي في التحقق من خلفية الأشخاص، والثاني هو مدى قساوة المعاملة التي تلقاها من دون داع. لكن الاستخبارات الإسرائيلية عديمة الرحمة عندما تهاجم، وتأتي سمعتها قبل كل شيء. ملاحظة: حظيت بحديث طويل مع أندريه ساخاروف والد القنبلة الذرية السوفيتية بخصوص الإخلاص للعلم. برأيي يجب ألا يرى العالم أي حدود. شعرت بأن إسرائيل كانت تسير على الطريق الخاطئ، وأنه كان يجب أن تبقى حيادية. إذا كانت لدي معلومات عن أسرار بالغة الأهمية من أجل الأمن العالمي، فبدا لي وجوب أن يعرفها كلا المعسكرين أيضا. حاول كلينغبيرغ أن يقنع نفسه بأن ولاءه لوطنه روسيا ودولة إسرائيل لم يكن متعارضا. أردت أن أعرف إذا كان كلينغبيرغ يقبض النقود من مديريه. شعر بالإهانة من سؤالي. يا لها من فكرة. غيرت طريقة طرح السؤال: هل كان يتم تعويض نفقاتك؟ أجاب: فعلت كل ذلك بدافع الحب. لو أنني قبلت أن أتلقى النقود لكان غباء. في ذلك الوقت وطوال فترة حياة جدتي احترمنا السر بأمانة. كانت جدتي تجيد الاحتفاظ بالأسرار أكثر من أي شخص آخر. ما كانت لتعترف بشيء بخصوص أي شيء حتى لو كانت تحت التعذيب. ما علق في ذاكرتي تحديداً كان الجدالات الدائمة بينها وبين جدي، ولم أفهم سوى لاحقاً أن جدتي كانت غاضبة من جدي، ليس لأنه تجسس بل لأنه اعترف بذلك. كيف جرت الأمور بينك وبين زوجتك عندما أتت لزيارتك؟ لم تكن ودودة، كانت غاضبة. هل صرخت في وجهك؟ لم ترفع صوتها. سألتها: كيف تشعرين؟ أجابت: لماذا؟ هل تهتم؟ فجأة لم يعد هناك ما يقوله أحدنا للآخر. كان ذلك مريعاً. واستمرينا على هذا المنوال حتى وفاتها. كل مرة كانت تزورني فيها كانت عبارة عن كابوس لها. صرح لي مع اقتراب نهاية حواراتنا أنها كانت منخرطة في أعمال التجسس أيضا. أخبرني عن المرة الأولى التي أخبرتها فيها. حاول أن تتذكر، لابد من أن ذلك الحديث قد ترك أثره في ذاكرتك. كنا في منزلنا في يافا. أخبرتها أن علي أن أخبرها بشيء ويجب أن يبقى بيننا. سأخبرك بموضوع حساس وسري للغاية. أنا على تواصل مع السوفييت، والتقيت بهم بالفعل
عدة مرات. هل كان حديثا مهما بالنسبة إليك؟ كان حملا ثقيلا أزيح عن صدري. أصبح هناك أخيرا شخص أشاركه سري. سألت فاندا: هل تقبلين أن تقابلي فيكتور؟ كانت زوجته هي الشخصية البارزة في حياته. في نهاية المطاف قال إن زوجته كانت جاسوسة أيضا وأفضل بكثير منه، حتى إنها نجحت في تهريب أنابيب اختبار من المعهد البيولوجي وإعطائها للروس. لذا أعود إلى فرضيتي، وهي أنه كان يعمل لصالح الروس بالفعل عندما وصل إلى إسرائيل، وأنها هي أيضا كانت تعمل لصالح السوفيت بالفعل في بولندا. جهاز الأمن العام الإسرائيلي على قناعة بأنها كانت جاسوسة أجرأ وأخطر بكثير من زوجها، وأنها كانت في حقيقة الأمر الشخصية البارزة فيما يمكن أن نسميها شبكة كلينغبيرغ. قبل وفاتها إثر نوبة قلبية، كان جهاز الأمن العام الإسرائيلي يشك بأمرها، لكنه لم يملك أي أدلة دامغة تثبت تورطها. ذلك المخبر ذائع الصيت العميل المزدوج لم يذكر اسم فاندا أبدا. حصل ذلك في فلنقل عام 1992 تقريبا. كنت قد أسست منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. كجزء من عملي كنت أزور السجون بشكل منتظم. كنت أزور السجناء السياسيين، ليس السياسيين بالضرورة، بل الأسرى الفلسطينيين بالشكل الأكبر. قال لي حارس: يريد شخص هنا التكلم معك، هل تقبلين؟ أجبت: أجل. فتح الباب، وإذ بمارك يدخل. بدا أكبر سناً مما أتذكر، وأكثر بدانة قليلاً، ولكن الصوت والابتسامة ذاتهما. صعقت بالكامل وسألت: مارك، ماذا تفعل هنا؟ يا له من سؤال غبي. اكتشفنا إذن أن مارك البروفيسور ماركوس كلينغبيرغ محتجز في سجن إسرائيلي. انتشر الخبر حول العالم بسرعة كبيرة، في حين لم يكن أحد يعرف مكانه حتى هذه اللحظة. في مطلع التسعينات أصبحت القصة قضية رأي عام. لم يعد القتال سرياً، بل أصبح قتالاً يعتمد على أمور مثل تقديم العرائض. التماس رأفة قدمته الدكتورة روتشما مارتون للرئيس الإسرائيلي عايزر فايتسمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ووزير العدل ديفيد ليباي. لذا تواصلت مع الشخصيات العامة وانطلقت من الزاوية الإنسانية. إنه طبيب مرموق وهو مسن ومريض، ولذلك يجب أن يتم إطلاق سراحه. إسحاق رابين رئيس الوزراء.
لا نستطيع رؤية أفعال جدك بعيني حفيد محب، بل بأعين الأشخاص المكلفين بحماية أمن دولتنا. حينها استقبلنا الجميع، هذا يعبر عن غموض وضع جدي، فقد كان إسرائيلياً بارزاً له أصدقاء في مناصب رفيعة، ووالدتي على الرغم من أنها مناضلة يسارية متطرفة، إلا أنها كانت تعرف بعض الشخصيات البارزة أيضاً لأنها درست في أفضل الجامعات، حيث التقت بأشخاص أصبحوا لاحقاً أعضاء في البرلمان أو وزراء. ما الداعي لبقاء مارك مسجوناً لكل تلك الفترة؟ تتم إدانة أولئك الذين لم ينصاعوا للسلطات أو فكرتهم عما يشكل تهديداً لأمن إسرائيل على الفور، أو يواجهون أقصى أنواع القصاص. إذا كان حظهم عاثراً كفاية ليكونوا فلسطينيين، يتم قتلهم بعنف. زرت ماركوس كلينغبيرغ في سجن عسقلان. لم يكن بصحة جيدة في الواقع. بعد التحدث معه لأكثر من ساعة، أخبرت محاميه أفيغدور فيلدمان أنني مستعد للإدلاء بشهادتي تأييداً لإطلاق سراحه. قبل 4 أشهر كان من المستحيل أن تقبل المحكمة أن يدلي أحد رؤساء جهاز الأمن الإسرائيلي بشهادته علناً. كنا شاهدين. الأول هو يهيل هوريف، رئيس أمن في جهاز الأمن الإسرائيلي، وأنا. كان يهيل هوريف يعارض إطلاق سراحه. فكان يعتبر أن كلينغبيرغ لا يزال يشكل خطراً على أمن الدولة. في شهادتي قلت إن نشاطات ماركوس كلينغبيرغ التجسسية تعد جريمة خطيرة جداً، لكن يجب إطلاق سراحه لأسباب إنسانية، وإن إطلاق سراحه لم يعد يشكل تهديداً. لكن المحكمة العليا رفضت إطلاق سراحه بناء على التالي: يعرف الكثير من الأمور التي لا يعرف أنه يعرفها، ولذلك سيكون من الخطر أن نطلق سراحه. يشير هذا ضمنيا إلى أن كلينغبيرغ تعامل مع شيء لم يعتقد أنه مهم، لكنه كان مهما في واقع الأمر. كانت الصيغة التي قدمتها المحكمة العليا غريبة: يعرف أشياء لا يعرف أنه يعرفها. هذه حجة يستحيل نقضها. استمر القتال لإطلاق سراح كلينغبيرغ لسنوات عديدة، وفشل عدة مرات قبل أن ينجح أخيراً. تم اليوم إطلاق سراح الجاسوس ماركوس كلينغبيرغ من سجن عسقلان بشكل مشروط. قضى ماركوس كلينغبيرغ 15 عاماً في السجن، وبالنظر إلى سوء حالته الصحية سيكمل بقية فترة حكمه محتجزاً في منزله في تل أبيب. لم يعبر عن أي شعور بالندم، لم يقل قط: لقد ارتكبت خطأً، كان علي ألا أفعل ذلك. احترمته بشكل ما، لأنه ظل متمسكاً بمبادئه. تواصلت مع مايكل سفارد،
أرسلت إليه بريدا إلكترونيا كتبت فيه: هل من الممكن، ربما ستكون فكرة لطيفة، أن نجري مقابلة مع ماركوس كلينبرغ بعد مرور كل هذه السنوات؟ فرد مايكل سفارد وكتب: يا للروعة، سررت جدا بتلقي رسالتك لأنك كنت جزءا كبيرا جدا من حياة ماركوس. فقلت: مهلا لحظة، لم أره منذ، بل لم أقابله أبدا في حياتي في الواقع. رد: لا لا لا، سيسر برؤيتك. استقبلتني سيلفيا عند المصعد وكان ماركوس خلفها مباشرة. قال: سررت برؤيتك بعد كل هذه السنوات. فأجبت: أجل يا ماركوس، 28 عاما بالضبط. وجلسنا ونظمنا أن نجري حوارا على مدى يومين. قلت: يمكنك أن تخبرنا الآن ما الذي لا تعرف أنك تعرفه؟ فابتسم فحسب وقال: لا يمكنني قول أي شيء. وهذا يترك سؤالا معلقا: ما الذي عرفه ولم يعرف أنه يعرفه؟ هل عرفه فعلا؟ ماذا كان جون لو كارير يقول عن ذلك؟ دعانا لزيارته في منزله للتحدث، لكن وافته المنية في 12 من ديسمبر 2020، ولا يبقى سوى جملة من روايته جاسوس مثالي التي كان كلينبرغ يحبها كثيرا: نخون كي نكون مخلصين. الفكرة هي أن نفهم ما يكمن وراء الخيانة. ماذا كان دافعه؟ النقود؟ الشرف؟ أو قناعة سياسية؟ يمكنني فهم الدافع الأخير، وحتى إنني أدعمه. لو أنني تمكنت من مناقشة الناحية السياسية معه لقلت: لم تكمل الطريق يا عزيزي، كان عليك أن ترفض ما كان يجري في ذلك المعهد حيث يتم إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. لم توفي خيانتك حقها إن صح التعبير، وهذا هو المؤسف برأيي. لا أريد أن تنقش كلمة بروفيسور أو دكتور على شاهد قبري، أريد شيئا واحدا فقط: ماركوس الملقب بمارك كلينبرغ، المناضل المقاوم للفاشية. يمكننا أن نضيف أيضا حامي أسرار لجنة أمن الدولة السوفيتية.